يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه النهاردة في مختلف الأصعدة ومختلف البطولات كمان، والتحديات اللي موجودة على الساحة العالمية بشكل كامل، وبتحديد الساحة الأفريقية كمان، وآخر أخبار وتفاصيل نادينا الحبيب النادي الأهلي في فقرات مختلفة من حلقة اليوم كما هو المعتاد. لكن الأهم طبعا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وبيتعلق بالفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، وفي رأيكم شايفين ضغط المباريات خلال الفترة اللي جاية إزاي يقدر الأهلي يعني يتعامل معاه ويستعد ليه. هناخد رأي حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير هنعرض أراء حضراتكم زي ما حضراتكم دايما متعودين. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يدخل المعسكرة مغلقا غدا استعدادا للمقص. ورضوان جيد حكما لمباراة الأهلي وصن داونز. وأخيرا انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب 21 مارس. طيب النهارده في ماتشات كتير، او مش كتير قوي لكن هي ماتشات مهمه يعني في مختلف الدوريات. خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي الاكثر اثاره بكل تاكيد. النهارده ماتشين، الماتش الاولاني الشوط الاول منه انتهى بتفوق مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، هدف لماجواير وهدف لبرونو فرنانديز. ومانشستر عاملين شوط اول حلو قوي بصراحه، يعني في الاتجاه نحو ان هم يفوقوا شويه ويرجعوا لعهدهم، واعتقد الموضوع ده هيحتاج وقت كتير. المباراه الثانيه ايضا مباراه مهمه لولفرهامبتون امام ليستر سيتي، هتكون الساعه 6:30 بالليل. طيب الدوري الاسباني، اسبانيول مع اشبيليه، نتيجه المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. فالنسيا مع برشلونه الساعه 5:15، مباراه مهمه قوي لبرشلونه. ريال بيتيس مع ريال مايوركا الساعه 7:30. اتلتيك بلباو مع ريال سويسيداد الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي، فيورنتينا مع اتلانتا، مباراه انتهت بفوز فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء. والشوط الاول انتهى ما بين فينيزيا وجنوا بالتعادل الايجابي 1-1. الانتر مع ساسولو الساعه 7، والساعه 10 لربع اودونيزي مع لاتسيو. دي اهم وابرز المباريات في الدوريات الاوروبيه القويه شويه، الانجليزي والايطالي بكل تاكيد. طيب عندنا كلام كتير وحديث بيتعلق بدوري ابطال افريقيا والجداول، وموقف الاهلي خلال الفتره الحاليه ايه، والفتره القادمه كمان، وازاي يستعد للمراحل الصعبه جدا جدا المقبله، وموقف بقيه الانديه في البطوله الاهم بالنسبه لنا لينا كلنا كاهلاويه. الاهلي بطل البطوله دي اخر نسختين وخدها في تاريخه 10 مرات، في طريقنا باذن الله واحد احنا احنا ناخد البطوله رقم 11. فهنفضل متابعين كده الفريق واحده واحده وخطوه خطوه، وكلنا في ظهرهم لحد باذن الله ما الهدف الاهم بالنسبه لنا هذا الموسم وكل موسم هو تحقيق دوري ابطال افريقيا. فالكلام كتير هيكون في السيجمنت اللي جاي بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية. في البدايه انا عايز اطمن حضراتكم بس على دوافع فرقه النادي الاهلي بخصوص بطوله دوري ابطال افريقيا، لان البعض ممكن يكون بيتكلم خلال الفتره الحاليه بخصوص ايه، بخصوص ان الجيل ده بصراحه حقق انجازين متتاليين كان الاهلي بقاله فتره كبيره ما حققهمش، بخلاف الفوز بدوري ابطال افريقيا والسوبر افريقيا مرتين والدوري والكاس وكل البطولات تقريبا الاهلي فاز بيها وعمل بطوله او اتنين. لكن في نفس الوقت انت حققت برونزيه كاس العالم مرتين ورا بعض، ففي ناس قلقانه شويه وحقهم يقلقوا، يعني هم دايما عايزين يشوفوا الاهلي فوق، عايزين يشوفوا الاهلي بياخد كل بطوله، عايزين يشوفوا الاهلي في احسن صوره، وكلنا نفسنا في كده طبعا. ناس قلقانه يقول لك ان الجيل ده هيجيب دوافع منين، الناس دي خدت برونزيه مرتين ورا بعض، هي نفس المجموعه بعض الاضافات الصغيره يعني او القليله اللي اضافت للفرقه، فبالتالي ممكن يكون ايه الدوافع قليله عندهم، فبالتالي ممكن ما نبقاش بالشكل المطلوب، ما نقدرش ننافس على البطوله، كلام من ده. لا، من الناحيه دي، من الناحية دي اطمنوا تماما، الدوافع موجودة وبتتجدد عند الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بشكل تلقائي. الدوافع بتتجدد بشكل تلقائي، طبعا انت موجود جوه الأهلي فمش محتاج يعني كلمات تحفيزية، او مش محتاج وعود مثلا تحفيزية او كلام من ده، لا لا لا،
انت وانت موجود كده غصب عنك في السيستم بتبقى عارف ايه مطلوب منك، ايه الاهداف اللي انت ملزم، مش ملزم يعني، انت لازم تحاول تحققها، تعمل كل اللي عليك والباقي التوفيق من عند ربنا يعني، او التوفيق وكل حاجه بتبقى من عند ربنا، لكن انت تعمل اللي عليك وتجتهد وتسعى وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معاك. فالمجموعه دي لا اكيد اكيد عايزين يحققوا البطوله للمره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي عشان يسطروا لنفسهم تاريخ اكبر بكتير كمان مع الفريق، وهيبقى اول جيل يحقق البطوله ثلاث مرات متتاليه، هي يعني اصلا ما حصلتش في تاريخ البطوله يعني. فبالتالي ده يبقى انجاز كبير. والاهم من كده ان الناس دي خلاص بقى عندها خبره في كاس العالم، كنا متخوفين من اول مشاركه بتاعت السنه فاتت اللي كان في قطر، لسه المجموعه دي ما عندهاش خبره فالاهلي مش هياخد مركز كويس ومواجهات صعبه ليفل عالي، لكن بصراحه قدروا يجيبوا البرونزيه الموسم الثاني على التوالي في ظروف صعبه، قدروا ان هم كمان يجيبوا البرونزيه، فالخبرات بقت كبيره. فبالتالي انت لما توصل كاس عالم المره دي كمان باذن الله تعالى هيبقى اقل تقدير ايه؟ الميداليه الفضيه. طيب الكلام ده كله تمهيد لايه؟ تمهيد ان انا عايز اعرض كل النتائج اللي تتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا. ليه بقى؟ في الجوله الثانيه تحديدا في دور المجموعات، لان واضح ان البطوله صعبه جدا، النتائج كلها متقاربه، مفيش فريق فارق عن الثاني، الامور مش سهله، المنافسه السنه دي وزي كل سنه صعبه بس السنه دي هتبقى اصعب. فخلينا نتكلم شويه عن البطوله دي ونتكلم شويه عن النتائج، وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه يعني الجوله الثانيه في دور المجموعات اتلعب منها ماتش الاهلي والهلال في السودان، التعادل السلبي والنتيجه تعتبر مقبوله للاهلي طبقا للظروف، اتكلمنا في الجزئيه دي امبارح يعني، والاجهاد الكبير ولسه ده في اجهاد كبير جاي، بس ان شاء الله الناس هيقدروا يتعاملوا مع الاجهاد ده بالتحديد الجهاز الفني والطبي والتاهيلي واللعيبه ان شاء الله باذن الله. دي كانت في المجموعه الاولى مباراه الاهلي والهلال، المجموعه الاولى بالمناسبه كمان كان فيها المريخ وصن داونز، التعادل كان سلبي. المجموعه الثانيه كان في ماتشين، الرجاء كسب وفاكس تيف 1-0 وحوريه كوناكري خسر من امازولو 1-0. المجموعه كمان الثالثه او الرابعه كان فيها ماتش الوداد مع بيترو اتلتيكو، بيترو اتلتيكو فاز 2-1 عشان يخطو خطوه كبيره نحو التاهل بصراحه بعد ما تعادلوا مع الزمالك هنا في القاهره 1-2، فبالتالي بقى عندهم اربع نقاط بقوا متصدرين المجموعه، ففرصهم بقت اكبر وبقى المنافسه هتبقى محتدمه جدا جدا ما بين الوداد والزمالك. اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه اولهم طبعا النادي الاهلي. كمان المجموعه الثالثه كان في ماتش النجم الساحلي مع جوانينج جالاكسي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، الزمالك تعادل مع زجرادا الانجولي 0-0 هناك والزمالك كان ممكن يكسب، وبرده الفريق الانجولي ضيع اكتر من فرصه، والترجي التونسي تعادل مع شباب بلوزداد 1-1. فبالتالي شايفين النتائج عامله ازاي، النتائج كلها قريبه، مفيش حد يعني واضح ان هو قوي جدا، وبقى انا كمان بقول لحضراتكم ان اقوى فريق في كل الناس دي هو النادي الاهلي من غير مبالغه، اقوى قائمه في كل الفرق دي هو النادي الاهلي، اللي مأثر بس على الاهلي الاجهاد، فخلينا كده مع الفرقه واحده واحده لغايه ان شاء الله باذن الله ما الهدف يتحقق. تعالوا بقى نشوف ايه ترتيب المجموعات، المجموعه الاولى اللي احنا فيها النادي الاهلي. سان داونز متصدر، لعب ماتش زياده عن النادي الاهلي لان احنا تاجلنا ماتش المريخ الاولاني عشان كنا في كاس العالم، فسان داونز عنده اربع نقاط، الاهلي عنده نقطه من ماتش وحيد والمريخ عنده نقطه من ماتش وحيد لما لعب قدام سان داونز هنا في القاهره وتعادل سلبي، والمريخ عنده نقطه او عفوا الهلال عنده نقطه من ماتشين. فرصنا كبيره باذن الله واحد احد، ليه؟ لان انت عندك الثلاث ماتشات اللي جايين على ملعبك، هتلعب مع سان داونز يوم السبت وبعدين ماتشين المريخ في مصر، احنا عارفين ظروف المريخ والموضوع الملعب، وطبعا اشقائنا السودانيين يعني لهم كل الترحاب والاستضافه الكبيره جدا واللي تليق بيهم طبعا. فبالتالي هتلعب الثلاث ماتشات دول، تكسب الثلاثه باذن الله ماتش سان داونز الاول ماتش صعب جدا، تاخد الثلاث نقاط في ماتشين المريخ، مش بقول ان سهل ان احنا نكسب، بس انت لو كسبت الثلاثه دول انت خلاص صعدت رسمي، يبقى عندك ايه 10 نقاط، فهيبقى لك ماتش بس سان داونز بره مش هتبقى محتاج منه حاجه، بس ان شاء الله برده تكسب، احنا دايما طماعين في الفوز يعني، وهيبقى عندك كمان الهلال هنا يعني، فالامور هتبقى بالنسبه لك باذن الله سهله تقدر تتخطى. خلينا نروح للمجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين كده الرجاء متصدر بست نقاط، امازولو ثلاث نقاط، وفاكس تيف ثلاثه، وحوريه كوناكري ولا نقطه. المنافسه واضح ان هي دلوقتي الرجاء يعني بيقرب، وانا بقول لحضراتكم بشكل مبكر لان المواضيع مش محتاجه كلام كتير، المنافسه هتبقى على المركز الثاني او المركز الاول ايا كان ما بين امازولو وفاق ستيف، لان نفس الرصيد من نقاط، حريه بيبعد رغم ان مفيش حاجه بعيد في كره القدم وكل شيء وارد.
المجموعه الثالثه الترجي التونسي متصدر برصيد 4 نقاط، شباب بلوزداد نقطتين، النجم الساحلي نقطتين. هنا منافسه قويه جدا ما بين الرباعي كمان، لان جوانينج جالاكسي البوتسواني عنده نقطه، فلسه في كلام في المجموعه دي كتير جدا والمجاميع القويه، لكن اقوى مجموعه هي اللي فيها النادي الاهلي في الحقيقه يعني. والمجموعه الاخيره ما بين بيترو اتلتيكو الانجولي اللي خلاص يعني عنده 4 نقاط من ماتشين، ماتش بره ملعبه مع الزمالك اتعادل، وفاز على الوداد، ودي تعتبر مفاجاه يعني، الوداد فريق كبير، فاز في انجولا 2-1، فبالتالي هو متصدر 4 نقاط. المنافسه هتبقى قويه جدا ما بين الوداد اللي عنده 3 والزمالك اللي عنده 2، والزمالك لسه في الصوره، بس المهمه صعبه لان الماتشات اللي جايه يعني عنده ماتشين ورا بعض مع الوداد في كازابلانكا وفي القاهره، وبعد كده هتروح تلاعب بيترو اتلتيكو هناك في انجولا، فمهمه الزمالك صعبه. اخر ماتش مع زجرادا الانجولي برضه هيكون في القاهره، فالامور هتبقى سهله، لكن اكيد بنتمنى التوفيق للجميع، بس المهمه اصبحت صعبه شويه بالنسبه لنادي الزمالك. ده فيما يتعلق بكل مجاميع دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء الجوله الثانيه، واللي يهمنا طبعا بالتحديد الاهلي، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في كل مبارياته اللي جايه رغم ضغط الماتشات. عندنا ماتش بعد بكره مع المقصه في الدوري، والدوري بطوله مهمه قوي بالنسبه لك، افتقدتها السنه اللي فاتت، فيعني مهم قوي ان انت باذن الله السنه دي تاخدها. يعني ماشيين كويس قوي، 7 ماتشات 6 فوز تعادل وحيد، اداء كان كويس قوي، فان شاء الله المسيره تستكمل رغم الصعوبات والاجهاد وكل هذه الامور، لكن الاهلي قادر يتعامل مع كل هذه الظروف لان هو متعود على مثل هذه العقبات. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى اللي بتتعلق باخر اخبار خاصه بالاهلي على السوشيال ميديا، ونعلق عليها بشكل مفصل، ونوضح لحضراتكم كل الجديد ولكل اللي حضراتكم تبقوا عايزين تعرفوا بعد الفاصل. طيب كالعاده بيبقى في اخبار كتير على الاهلي في السوشيال ميديا، فخلينا نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر، واللي بيقول الموضوع مش محتاج عاجل ولا حاجه يعني، لكن رضوان جيد حكم المباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا. يعني كابتن رضوان جيد من الحكام الجيدين في الحقيقه يعني، لكن هو عمل خطا كبير قوي في مباراه فيتا كلوب السنه اللي فاتت، يعني ما كانش موفق في المباراه اللي انتهت بتعادل ايجابي 2-2 هنا في القاهره ما بين الاهلي وفيتا كلوب. فبصراحه يعني ممكن يكون الواحد قلقان شويه، لكن عندنا ثقه كبيره في ان الراجل يكون حكم يعني في يومه، لان هو حكم اكيد عادل ما فيش اي مشكله خالص، لكن التوفيق بس والتركيز مهم، لان هو ما كانش مركز شويه في مباراه فيتا كلوب، كانت ممكن تكلف الاهلي الخروج من البطوله السنه اللي فاتت لو حضراتكم تفتكروا. فهو حكم مباراه الاهلي وصن داونز، ومباراه صعبه جدا يعني، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. خلينا كمان نروح لحساب بوابه الاهرام على تويتر، واللي بيقول الاهلي يطلب حضور 10,000 مشجع لمباراته امام صن داونز، وان شاء الله باذن الله يكون في موافقات امنيه، لو ما فيش الجانب الامني ادرى بكل شيء وله الحق تماما في اختيار القرار الانسب، لكن في كل الاحوال احنا نتمنى طبعا الجمهور يكون موجود في مباراه زي دي، لان احنا شفنا جمهور الاهلي في كاس العالم كان عامل ازاي، وازاي رجح كافه الفريق في الماتشين اللي هو كان متواجد فيهم، سواء مباراه مونتيري او مباراه الهلال السعودي، فجمهور الاهلي مهم، نتمنى الموافقات الامنيه تكون حاضره يعني. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره، وحساب يلا كوره على تويتر بيتكلم عن محمد الشناوي سيشارك في المران الجماعي بدءا من الغد، ومن الممكن ان يدخل قائمه الفريق امام مصر المقصه. كلام صحيح جدا جدا، ومن الوارد ان هو يشارك في مباراه المقصه، حالته بقت كويسه ان شاء الله باذن الله. لو ما اشتركش في مباراه المقصه او ما خدش بعض الدقائق هيبقى بس كجانب احترازي مش اكتر، لكن هو بقى سليم تماما طبيا، وهيبان بكره جاهزيته البدنيه للمباراه. اعتقد هو جاهز لان هو بيتمرن كتير جدا في الجيم، وبيتمرن كتير جدا مع نفسه، عشان هو دايما عايز يبقى جاهز ودايما عايز يبقى موجود في الملعب، واحسن حارس في افريقيا نتمنى طبعا تواجده. وفي نفس الوقت يعني لازم نشيد كل الاشاده بعلي لطفي اللي قدم مباريات كويسه جدا مع الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. هنا برضو تطرقوا لبيرسي تاو وقال ان هو مش هيكون متواجد في مباراه المقصه، وممكن يكون متواجد في قائمه مباراه صن داونز. انا بقول لحضراتكم ان من الوارد برضو ان بيرسي تاو يكون موجود في مباراه مصر المقصه كبديل، من الوارد، لكن بنسبه كبيره في مباراه صن داونز ان شاء الله باذن الله برضو يكون موجود، لانه لعيب مهم قوي. تخيل احنا في كاس العالم لو كان معانا كمان بيرسي تاو، الشناوي، اكرم، بدر، بنون، يا نهار ابيض، ممكن ناخد كاس العالم. مش تقليل برضو بالناس الموجوده، الناس اللي موجوده عملوا كل اللي قدروا عليه في الحقيقه، ولاعيبه كبار قوي. تعالوا بقى الخبر ده
كوره بلس على تويتر، حقيقه طلب موسيماني رحيل ميكيسوني. يا جماعه لازم نقول لحضراتكم توضيح، توضيح في الجزئيه دي، لان الاخبار انتوا عارفين دايما لما تلاقوا لعيب لسه في بداياته مع الاهلي مش موفق فتلاقي الكلام كتير ده خلاص هيمشي وموسيماني طلب رحيله وان الاهلي بيدور على لعيب اجنبي جديد وكلام من ده. الكلام ده لحد دلوقتي غير حقيقي بالمره، وموسيماني عنده ثقه كبيره في ميكيسوني، ممكن لسه ما اندمجش بشكل او باخر مع الفرقه، لكن مش معنى كده ان هو لعيب سيء. احنا شفنا ميكيسوني عمل في الاهلي ايه في ماتش سيمبا هناك، والاهلي مش بيجيب عشان ماتش واحد، لا كان في متابعه ليه وتقييم ليه بشكل كبير جدا، وكان في تلاقي في الرغبات ما بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي وما بين موسيماني في التعاقد مع هذا اللاعب. فهو لاعب مميز هتبان قدراته خلال الفتره اللي جايه، التوقيت المناسب اللي هيتم الدفع بيه طبقا لرؤيه ووجهه نظر موسيماني باذن الله يكون موفق فيه ميكيسوني، لان هو فعلا لعيب جيد. فاي كلام حضراتكم هتسمعوه على رحيل ميكيسوني والتعاقد مع لاعب اخر وكلام من ده، ده كلام كله للاستهلاك فقط ليس الا، وملوش اي اساس من الصحه. فموسيماني ما طلبش اطلاقا رحيل ميكيسوني خلال الفتره الحاليه يعني. خلينا كمان نروح للوطن سبورت، ونفس الخبر تقريبا كان معانا امبارح، وهو خاص بان اليو ديانج جاي له انديه انجليزيه وهولنديه تتابع اللاعب وكلام من ده، والاهلي طالب 8 ملايين للرحيل. بيني وبينكم، بيني وبينكم يعني بحاول رايي يعني، النادي طبعا هو ليه وجهه نظر يعني، لكن اقل من 8 مليون لا، ده اليو ديانج يستاهل اكتر من كده كمان. لعيب ما شاء الله عليه تقيل قوي، لكن دايما بيبقى فيه رؤى مختلفة، استفادة مادية وازاي تقدر تستفيد وازاي كلام من ده، والاستفادة الفنية هي الأولوية يا جماعة عند النادي الأهلي. بالمناسبة الأهلي مش نادي استثماري، أنا بقول لحضراتكم التفكير ماشي ازاي، إلا لو أنا هقدر أعوض اللعيب بلعيب ما يقلش عنه في المستوى ولو كمان يكون أفضل منه، لكن برضه لحد دلوقتي والله ما في أي حاجة خاصة برحيل اليو ديانج، وهنفضل في النغمة دي كتير طول ما اللاعب متألق ما شاء الله عليه مع النادي الأهلي يعني، ولسه بدري على الموسم. وزي ما قلت لكم امبارح هو كله كلام وكلام، وهم في الحقيقه هنا كمان في الوطن برضو قايلين كده في الخبر يعني، ان بعض شركات اللي هي خاصه بوكلاء اللاعبين هي اللي بتقترح رحيل اللاعب. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الجوانب العالميه، لان برضو في ماتشات قويه في الدوري الانجليزي والتشامبيونز ليج، فهنتطرق للجزء ده بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. السيجمنت ده عايز اتكلم فيه شويه في الكره العالميه وبالتحديد الدوري الانجليزي. انا متحيز شويه للدوري الانجليزي لان يعني بتمتع بيه زي اي حد من جماهير الكره العالميه في الحقيقه، وبالتحديد اكتر كمان عشان نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيتالق واللي بيكسر ارقام قياسيه كتير جدا، ومبسوطين وفرحانين بيه دايما. فهيكون معايا دلوقتي عبر سكايب كابتن محمود شاكر المحلل الرياضي، واحد من المحللين المميزين قوي بالمناسبه، واللي هنستمتع معاه دلوقتي بتحليله للكره العالميه وبتحديد للدوري الانجليزي. محمود برحب بيك، ازيك؟ برحب بيك يا كابتن امير، وبرحب اكيد بالساده المشاهدين مشاهدي النادي الاهلي في كل حته وفي كل مكان، ومبسوط اكيد ان انا معاك. انا اللي مبسوط انت معايا يا محمود. انت صيفت ولا ايه بدري؟ لا بس الجو شويه كويس يعني، فبنحاول كده بس نشيل التقيل شويه. امير تعبنا والله الفتره اللي فاتت دي. شياك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. طيب. بعض ما عندكم يعني، ربنا يخليك. طيب عايزين نتكلم شويه عن الدوري الانجليزي، بس عايز ابتدي بالتحديد بمحمد صلاح نجمنا المصري، من احد ابرز اللعيبه في العالم، وصل امبارح لهدفه رقم 150. ازاي بتشوف انجاز زي ده للاعب مصري؟ احنا عمرنا ما كنا نحلم ان يكون عندنا لعيب جايب 150 جون مع فريق بحجم ليفربول في مختلف البطولات، بتشوف ازاي الانجاز ده؟ بدايه من اي حاجه، قبل اي حاجه امير، محمد صلاح كل اسبوع كل مباراه بنشوف بعد ما الماتش بيخلص بنشوف، او المعلق المباراه بنشوف ان يقول لك محمد صلاح يحرز رقم قياسي جديد، محمد صلاح بيحطم رقم جديد. خلاص بقى الطبيعي بتاعنا ان احنا كل اسبوع بنشوف رقم قياسي او رقم جديد لمحمد صلاح في كل الارقام بتاعته، سواء على الشامبيونز ليج او سواء في ليفربول او سواء حتى كمان مع مصر. فمحمد صلاح طبعا يعني ناس كثيره جدا بعد ماتشات المباراه المنتخب في افريقيا، ناس كثيره جدا قالت لك محمد صلاح ممكن يتاثر نفسيا، محمد صلاح ممكن مستوى
الاحصائيه تاثر، هل محمد صلاح هيأدي بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه ويعمل نفس الارقام ويعمل نفس البرفورمانس اللي كان بيأدي فيه الفتره اللي قبل امم افريقيا. ولكن انا كنت دايما بقول محمد صلاح هو عقليه احترافيه بحته، لا يتاثر بالكلام ده كله، جدا راجل مركز في شغله كويس جدا. وشفنا تصريحات يورجن كلوب لما قال لك ان اول ما محمد صلاح رجع تاني من المنتخب في افريقيا، شفنا محمد صلاح قال له انا جاهز من اول تمرين ليه، وشفنا البرفورمانس بتاعه امبارح، حتى انت شفت اكيد يا امير يعني بيحرز هدف جميل جدا جدا صراحة. جدا يعني يمكن كالعادة. الهدف ده كالعاده، بس انت لو تشوف نفسيا لعيبه بتاعت نورويتش سيتي، الكره داخله بمنتهى البطء ومنتهى البرود وبراحه جدا، ولكن هو دخول محمد صلاح عليك بالكوره، محمد صلاح عليك دريبل بالكوره، ومحمد صلاح بيلم اللعيبه كلها بتتسمر مكانها، بنشوف اللعيبه كلها بتثبت على رجليها. وشفنا امبارح جون من احلى الاجوان اللي بيعملها، يعني ان هو يحرز 150 جول في 233 مباراه، ويبقى اصبح اسرع تاني لاعب في تاريخ نادي بحجم ليفربول، النادي الاكثر تتويجا بلقب تشامبيونز ليج، اكثر نادي انجليزي واخد تشامبيونز ليج، النادي اللي على بعد لقب واحد بس من مانشستر يونايتد لتحقيق اكثر القاب دوري انجليزي. طبعا ده اداء خيالي من لعيب يعني نتمنى ان احنا نشوف زيه، ولكن محمد صلاح بيعيشنا في حقبه من الزمن جميله جدا لينا احنا كمصريين، احنا بنتفرج على لعيب. طبعا طبعا. طيب بالتالي عايز اتكلم معاك شويه عن الدوري الانجليزي يا محمود، وازاي بتشوف فرص المنافسه لليفربول بالتحديد بعد هزيمه مانشستر سيتي امبارح في مباراه كانت قويه جدا امام توتنهام على ملعب مانشستر سيتي ب3-2، كانت مباراه ممتعه وماتش كان تحفه بصراحه. هل الفرص بقت بتعود شويه ليفربول في امل المنافسه مع مانشستر سيتي؟ يمكن من اسبوع بس كان الفرق 9 نقط، وكان ليفربول ليه ماتش مؤجل. شفنا امبارح توتنهام يعني بيرجع الحياه مره اخرى للدوري الانجليزي بان هو يكسب السيتي، فالفرق دلوقتي بقى 6، ولكن ليفربول ليه ماتش مؤجل ان شاء الله كمان يومين، يوم الاربعاء بالظبط مع ليدز يونايتد، وطبعا بنسبه كبيره الماتش في المتناول لليفربول، في ساعتها يبقى الفرق لو ليفربول كسب يبقى فرق 3 نقط بس، ولسه في ماتش ما بين ليفربول وما بين السيتي لسه في الجولات اللي جايه. فاعتقد ان الدوري الانجليزي بعد ما ناس كتيره جدا فتره الكورونا كان السيتي هو الفرقه الوحيده اللي مش متاثره بموضوع الاصابه بتاعت كورونا دي، حتى كانت في اسوء ماتشاتها كانت بتقدر تكسب 1-0 او 2-0، مع ان السيتي متعودين منه على سكورات كبيره، ولكن حتى في اسوء الاداء بتاعهم كانوا بيقدروا يادوا بيقدروا يكسبوا. الحياه عادت مره اخرى للدوري الانجليزي، منافسه هتحتدم ما بين ليفربول وما بين السيتي، تشيلسي بعيد شويه، اعتقد ان المركز الثالث والرابع هو اللي هيبقى عليه الصراع كبير جدا ما بين تشيلسي وما بين اليونايتد وما بين ارسنال برضو اللي ليه مباريات مؤجله كتير جدا. وست هام، ولكن انا ممكن اقول لك ان الفرق الكبيره بيبقى ليها حظوظ اكبر. يعني ارسنال مثلا فاضل له ماتشين مواجه ماتش، ارسنال لو كسب المباراه الجايه هيبقى فوق مانشستر يونايتد بنقطه، وهيبقى ليه لسه كمان مباراه مؤجله. ارسنال السنه دي مع ارتيتا برضه يعني في مفاجاه كبيره جدا، عامل مباريات هايله ومباريات كبيره جدا. ارسنال مره يعني اخرى بيبدا يرجع تاني لمكانته شويه، طبعا مش مكانته المركز الرابع او الخامس، ولكن طبعا مقارنه بالاداء السنين اللي فاتت، لا طبعا ارتيتا عامل مباريات كتيره جدا يعني. دي جزئيه مهمه، لكن بالتحديد بقى مانشستر يونايتد محمود يعني بيلعبوا دلوقتي كانوا كسبانين 2-0 فجاه تعادلوا 2-2 مع ليدز، وانا لسه كنت بشيل بقى وبقول دي انطلاقه وبدايه لمانشستر يونايتد نحو العوده للامجاد بعد انتهاء الشوط الاول. في الشوط الثاني جونين ورا بعض دخلوا ورا بعض، رافينيا جاب الجون الثاني تعادل. الحل ايه مع مانشستر يونايتد، وهيفضل مانشستر يونايتد كده لحد امتى يعني؟ الحل المشكله الاداريه هي في مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد طبعا بيصرف فلوس كتيره جدا في لعيبه كتيره جدا اوفر ريتد، يعني يكفي مثلا واحد زي ماجواير جاي كان اغلى مدافع في العالم، ماجواير لعيب اصلا لا يرتقي ان هو يلعب في فريق منتصف الجدول في الشامبيونشيب في الدرجه الثانيه في انجلترا. نفس الكلام برضو يعني بيجيبوا يعني جاب رالف رانجنيك المدرب ده اصلا سبورتس دايركتور او كان مدير رياضي في المانيا في فريق مش كبير قوي، فاهمني ازاي؟ وان هو يجي يمسك مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد مشكلته الاسامي اللي فيه، مانشستر يونايتد عنده مشاكل كتيره جدا، يمكن ابرزها هي اوت ليبس فيها مشاكل كتير جدا. شفنا الفتره اللي فاتت بيقولوا ان كريستيانو رونالدو عاوز ياخد شرط الكابتنه، وفي كلام ان راشفورد مش عاوز بالظبط، مشكله مع ماجواير مشكله مع راشفورد، بس احنا بنتكلم بصراحه يا امير، هو ما ينفعش يعني يبقى ماجواير كابتن على راشفورد، سوري يبقى كابتن على كريستيانو رونالدو وعلى برونو فرنانديز وعلى بوجبا وعلى اللعيبه دي كلها، بلس ان فرقه بحجم مانشستر يونايتد عاوزه مدير فني قوي جدا. انا ما اعرفش هم ازاي ما انتدبوش كونتي في الفتره اللي كان فيها كونتي فري، راح انتدب رالف رانجنيك بالظبط، هو رالف رانجنيك هيمسك
امور اداريه شويه بعد ما السنه تخلص. بس انت السنه دي مهمه جدا، هل انت هتقدر ان انت تستحمل ان فريق بقيمه مانشستر يونايتد، بقيمه الاموال وقيمه السبونسرز اللي بتدفع وقيمه الكلام ده كله، ان انت ما تتاهلش الشامبيونز ليج؟ هتبقى مشكله كبيره جدا. واحد زي كريستيانو رونالدو بياخد اكتر من 480 الف جنيه في السنين في الاسبوع، فلوس كتيره جدا. وكريستيانو رونالدو لا اصلا كمان لعيب اللي يعني نقدر نقول هو بيجيب ماركتنج وبيجيب طبعا. ارقام كتيره جدا. لو مانشستر يونايتد ما تاهلش الشامبيونز ليج كريستيانو رونالدو ممكن يمشي، وبوجبا في كلام انه ممكن يمشي. بلس الكواليتي بتاعت اللعيبه في الدفاع، يعني ممكن نقول ان هم عملوا جابوا فاران والموضوع بقى افضل شويه، ولكن المشكله في ماجواير، المشكله في لوكشو مش الافضل. نفس الناحيه برضو في الناحيه اليمين، وان بيساكا لعيب سيء جدا هجوميا دفاعيا، بتاع يعني مانشستر بيخبط يونايتد شويه. يعني هو كان كويس في كريستال بالاس بصراحه، لكن ما بس عملش هو لا يعني ما تيشرت تقيل قوي مانشستر يونايتد على لعيبه كده معينه، وبيغيره بيلعب مكانه دالت البرتغالي، بس برضو الامور مش افضل حاجه يعني بالنسبه لمانشستر يونايتد. ما اعتقدش الكلام ده يعني هيكون. تواجد رونالدو يا محمود، هل مانشستر يونايتد مش عارفين يستفيدوا الاستفاده الكامله فنيه من مانشستر يونايتد، ولا هو يعني او عفوا من رونالدو، ولا هو رونالدو نفسه بيبقى هدفه دايما الارقام والاهداف وكلام من ده، فاللعب شويه فردي فده اثر على اللعب الجماعي الخاص بمانشستر اللي ابتدينا كنا نشوفه مع نهايه الموسم اللي ماضي مع سولشير، وكان بيتالق برونو مثلا، برونو السنه اللي فاتت واللي قبليها غير السنه دي. هل تواجد رونالدو اثر بشكل سلبي، رغم طبعا ان احنا كلنا عارفين مدى امكانيات رونالدو واهميته من افضل اللعيبه في تاريخ كره القدم؟ يعني خليني اقول لك يا امير، احنا لازم نفصل الاول ما بين كريستيانو رونالدو في اخر سنتين ثلاثه، او خصوصا من بعد انتقاله لليوفي، وما بين كريستيانو رونالدو لما كان في مانشستر يونايتد وهو صغير، وما بين لما كان بيلعب في ريال مدريد. السن طبعا عامل السن ليه اداء كبير جدا. دلوقتي مانشستر، دلوقتي كريستيانو رونالدو رقم تسعه صريح صرف، هو راجل بيلعب جوه ال 18، راجل بومبر زي ما بيقولوا كده، اي كوره بتيجي بيحاول ان هو يخلصها، يحاول يعمل الفينش كويس. فالمفروض الفرقه كلها بتخدم على كريستيانو رونالدو ان الكوره تروح لل 18، يبقى فيه كروسز، يبقى فيه عرضيات، يبقى فيه الكونتر اتاكس، هو بيتحرك كويس جدا، هو بيلعب برجليه الاثنين كويس. ولكن المشكله ان مانشستر فيه عشوائيه كتيره جدا في الترانزيشنز، في التحولات الدفاعيه للهجوميه، فيه مشكله كبيره جدا، في عدم ثبات في الثلاثه اللي في وسط الملعب ده. مره تلاقيه بيلاعب ماتيتش، مره تلاقيه بيلاعب ماكتوميناي، مره تلاقيه بيلاعب فريد. فبتلاقي دايما ان في عشوائيه جدا في اداره المباريات من جانب المدير الفني. زي طبعا ان سوليسير لما كان موجود هو مدير فني سيء جدا جدا، يعني رالف رانجنيك برغم ان هو مش الافضل وما بيحققش نتائج كويسه جدا مع مانشستر يونايتد، ولكن رالف رانجنيك يعني المشكله مش رونالدو زي ما بيردد البعض. يعني رونالدو زمان كنا بنشوف بيعمل ايه مع مانشستر يونايتد، اهداف قد كده وما شاء الله، كان حاجه جامده جدا وكان على المستوى الفردي والجماعي جدا يا امير، وكان بيجري كتير جدا، كان يقدر يعمل الكلام ده كله. انما كريستيانو، وكان بيضغط على الباكات لما يلعبوا هاي لاين، ان هو دلوقتي ما يقدرش، راجل عنده 36 سنه 37 سنه ما يقدرش يمارس الاداره. فهو بيلعب على قد ان انا راجل عاوز الكره تيجي لي عن 18 بمهارته والجامب بتاعه العالي جدا ويخلص. ولكن دي كانت المشكله، مانشستر يونايتد فيه عشوائيه في اداره المباريات كلها، وما فيش ثبات تشكيل، هو ده اللي عامل المشكله. يعني بقول لك يدخل فيهم جونين من ليدز، اكتر فريق داخل فيه اجوان مع نورويتش سيتي هو ليدز يونايتد، اكتر فريق استقبل اجوان، ان هو يقدر يحرز فيه هدفين، يعني برضو علامه استغراب، يعني استفهام كبيره جدا على اداء مانشستر يونايتد بصراحه. هم بالمناسبه جابوا الهدف الثالث، فريد جابه اهو ف3 2 عالي. طيب خلينا بقى نتكلم شويه، اختم معاك بالتشامبيونز ليج يا محمود، واستغل فرصه تواجدك معانا، وشايف مين المرشح الابرز للفوز بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، بعد ما شفنا يعني بعض المباريات، لسه المباريات ما استكملتش في دور ربع النهائي، لكن بتشوف مين الابرز من الفرق اللي موجوده حاليا في المرحله دي؟ امير، انا كنت بشوف ان باريس سان جيرمان الناس كلها كانت مرشحه ان هو يبقى الفريق الابرز والاقوى، وان هو ياخد دوري ابطال اوروبا بمنتهى السهوله. طبعا بعد بدايه المباريات وشفنا الكلام ده كله، شايف ان باريس سان جيرمان ممكن يكون هو طبعا المرشح الاقوى بناء على اللعيبه وبناء على الاسامي الكبيره جدا اللي موجوده في البي اس جي. ولكن البي اس جي عندهم مشاكل شويه في حته، لو حد مسك عليهم كوره وما حدش يمسك عليهم كوره. ولكن شفنا ماتش السيتي والبي اس جي مثلا اللي كان من شهرين في الشامبيونز ليج، شفنا السيتي كان ماسك كوره بطريقه مرعبه طول المباراه، ولكن هي كوره واحده بس، ميسي مع نيمار 1 2 خلصت بمنتهى الاريحيه بيحط. البي اس جي طبعا فهو مرشح الاول، مش هنضحك على بعض، مع ان هم غلبوا امبارح 3-1 من نوت، ولكن هم بصراحه ونيمار ضيع ضربه جزاء بدري شويه في الشوط الثاني. هو جاب جون بس ضيع ضربه جزاء.
ولكن هم في المباريات الكبيره هتلاقيهم، يعني انا بشوف ان ميسي اصلا ما بيبقاش موجود كل المباريات بتاعت الدوري الفرنسي دي، وهتلاقيه مره واحده لعب مثلا مباراه زي سيتي اللي بقول لك عليها، لعب مباراه هنا. انا في نفس الوقت برضو بشوف ان بايرن ميونخ هو فريق دايما هيفضل على طول مرشح، هو الفريق اللي نقدر نقول متكامل في كل حاجه، متكامل دفاعيا، متكامل هجوميا، الفريق معاهم مع المدربين بتوعه دايما اللي بيمسكوا بايرن ميونخ دايما بيركزوا على يعني طريقه اللعب الواحده اللي هو الاستحواذ، وطريقه الهجوم بطريقه معينه، واللعب على ليفاندوفسكي. فانا شايف ان بايرن ميونخ والبي اس جي وليفربول طبعا من المرشحين الاقوياء جدا جدا، وليفربول ممكن ياخد الدوري، ممكن ياخد الشامبيونز ليج. وانا نتمنى بقول طبعا. دايما ان الفريق الوحيد اللي ممكن يكسب البي اس جي هو فريق من الاثنين، يا ليفربول يا بايرن ميونخ. اعتقد ان دول ابرز ثلاث فرق موجوده. وخد بالك يا امير برضو اخر 3 سنين الشامبيونز ليج ما طلعش عن الفرق الانجليزيه، فيعني هو السنه فاتت يعني ما بس يعني تقدر تقول ان الفرق الانجليزيه اخر 3 أو 4 سنين كلهم لعبوا السنة اللي فاينل فاتت كانت تشامبيونز ليج، تشيلسي. كانت تشيلسي، والسنه اللي قبلها نفس الكلام برضو، يعني كان بايرن ميونخ هو اللي كسب بس كان بايرن ميونخ والسيتي، فاهمني ازاي؟ فلا الانديه الانجليزيه هي طبعا دايما يعني مرشحه بقوه. ريال مدريد بس هو مشكلته ريال مدريد متمرس على دوري ابطال اوروبا، ولكن هو اتصدم ببي اس جي. انا توقعت ان ريال مدريد يأدي باداء افضل من كده، بس امبابي مش مخلي حد طبعا. يلاحق يعمل اي حاجه، يعني طب هو بيضرب سبريد والله يا امير، بيضرب ما سبريد شاء الله واحد عليه بيعدي نص بصراحة. الملعب، ما شاء الله عليه. يعني فرقه صعبه جدا بي اس جي انك تلعب قدامها، لو سبت أكيد لها مساحه مش هترحمك يعني. أكيد يا محمود، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وأمتعتنا بكل يعني تحليلك المميزة للمباريات سواء في الدوري الإنجليزي أو الشامبيونز ليج. بنشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله لقاءات عديدة خلال الفترة اللي جاية. محمود شاكر، محلل الرياضي، كان ضيفنا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير تتعلق بالكرة الأوروبية والدوري الإنجليزي تحديدا. بنشكره شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب اتكلمنا على الاهلي، اتكلمنا في الجانب العالمي، خلينا نروح شويه للجانب المحلي وبعض الاخبار المحليه المهمه. وخلينا نبتدي باليوم السابع، حسابهم الرسمي على تويتر. وبصراحه يا جماعه بشوف كلمه عاجل دي بتخض، يعني وفي الاخر تلاقي الامور عاديه. يعني محمد صلاح والمحترفون ينضمون لمعسكر منتخب 21 مارس استعدادا للسنغال. طيب خبر حلو ماشي، مش يعني عاجل دي صعبه شويه، بتخض الواحد كده، تحس ان في كارثه. خلينا نروح لكوره بلس وحسابهم على تويتر، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم بيتكلم في جزئيه مهمه قوي، تصريح مهم قوي، قال لك عقد كيروش مستمر لنهايه العام الحالي، ولا نرغب في تشتيت اي فرد بالمنظومه. ليه بقى هو بيقول الكلام ده؟ لان ناس كتير عماله تقول كيروش هيجددوا عقده، لا مش هيجددوا عقده، اصل الموضوع مرتبط بكاس العالم. مش ده وقته يا جماعه، مش ده وقته خالص. احنا عندنا هدف، وهدف هو الاغلى بالنسبه لنا، ان احنا نوصل كاس عالم وما نقعدش فترات كبيره. وصلنا في روسيا 2018، نفسنا كمان نوصل في قطر 2022. فلازم التركيز كله من كل الرياضيين، كل المنظومه الرياضيه في مصر، يكون منصب نحو دعم المنتخب وكيروش والجهاز الفني واللاعبين عشان نحقق الحلم ده، لان عندنا ماتشين صعبين جدا مع السنغال. بالمناسبه كيروش حقق انجاز مع منتخب مصر، احنا وصلنا نهائي كاس الامم الافريقيه، بصراحه انجاز، لان احنا ما كانش عندنا منتخب، ما كانش عندنا قوام منتخب عشان المصطلح يكون صحيح. يعني الراجل خلق قوام، رغم ان كان عليه بعض الملاحظات في البدايه، لكن قدر ان هو يسيستم الامور دي تمشي كويس. فكون ان احنا نوصل في المرحله دي نهائي كاس الامم الافريقيه، وكنا قريبين ان احنا نحقق اللقب، فده لوحده انجاز. مستنيين الانجاز الاهم وهو التاهل لكاس العالم، فده محتاج الدعم مننا كلنا عشان الهدف ده يتحقق باذن الله. فانا بشوف تصريح موفق جدا جدا من الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. تعالوا بقى للخبر ده، لان الخبر ده مهم. كيروش يمنح محمد الشناوي فرصه اخيره قبل مواجهه السنغال. يعني ايه بقى؟ اصل انت ما تقرا العنوان كده تقول بقى ده كده ايه، هو خلاص الشناوي بالنسبه له الكلام ده يا جماعه غير صحيح. وانا هقول لحضراتكم يعني حاجه مهمه جدا جدا، الثقه من كيروش في حراس مرمى المنتخب موجوده، كل اللي موجودين، بس اكبر في الشناوي. الراجل ثقته اكبر في الشناوي. هل ده بيقلل من ابو جبل؟ لا، او عنده ثقه في ابو جبل. بيقلل من صبحي؟ لا، أو عنده ثقه في صبحي. جاد؟ عنده ثقه في جاد. لكن هو شايف الرقم واحد هو محمد الشناوي، عشان الناس بس ما تحاولش ان والله مش بنتكلم اهلي وزمالك خالص، احنا مصلحه المنتخب اهم. لو مصلحه المنتخب ان ابو جبل هو اللي يلعب يلعب، بس هقول لحضراتكم التفكير ماشي ازاي. الشناوي هو يعني اللي بيستحوذ على الثقه الاكبر عند كيروش والجهاز الفني، فبالتالي الشناوي في الصور، والشناوي هيلعب الفتره الجايه ده طبيعي.
زي ما الجدول بيتالق مع الزمالك وماشي بشكل كويس، ونتمنى له دايما التوفيق. لما يبقى عندك اثنين كبار حارسين بالامكانيات دي فانت تطمن، فده امر مهم. فبالتالي الشناوي هيلعب وموجود في المنتخب، وباذن الله وصل للمباراه سليم وهيكون سليم ماتشين السنغال باذن الله، هيكون هو الحارس الاساسي، وسواء هو او غيره برضو يا جماعه كل الدعم ليهم كلهم. بس بقول لحضراتكم يعني الامور ماشيه ازاي خلال الفتره الحاليه في الجهاز الفني منتخب مصر. خلينا سريعا ناخد مشاركات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وهو خاص ب يعني ازاي الاهلي يستعد لضغط المباريات خلال الفتره اللي جايه. تالين حمدين قالت لا يمكن لاي مدرب ان يستعد بشكل طبيعي في ظل ظروف او في ظل ضغط المباريات بالشكل ده، ما فيش وقت للتدريب والاستعداد اصلا، الاهلي بيلعب مباريات يتخللها تدريبات ريكفري وبس. وبصراحه عندها حق، فالامور صعبه، بس برضه عندنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه ان هم ان شاء الله يقدروا يتعاملوا مع هذا الظرف مع وعي كامل عندنا برضه بهذه الظروف والضغط اللي بنشوفه. يعني ريمو الاهلاويه قالت سياسه التدوير اطمنا كلنا ان عندنا اساسي زي البديل ويقدر يلعب بفرقتين، وربنا يبعد عن لاعبينا الاصابات، ودي برضو جزئيه اكيد هتحصل خلال الفتره الجايه موضوع الروتيشن. سيد سعيد او ماشي قال ايه، قال ده قدر الاهلي لانه فريق كبير يقوم باعداد اكبر عدد من اللاعبين تحسب لاي ظروف، كل لاعبتنا رجاله، وده طبعا امر مهم وثقه كبيره جدا في كل اللعيبه ايا كان اللي هيلعب، ان شاء الله يحقق كل اهداف جماهير النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ده كان تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.